أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: اشترك والدي مع رجل آخر شركة مضاربة، وهذا الشريك زاد على العمل بأنه دفع مالا إضافة إلى رأس المال، فهل هذا جائز؟ لا، ما هو جائز. لا يدفع شيء، يصرف المال ويبيع ويشتري، فإن حصل ربح فالحمد لله، ولا ماله شيء. نعم، أحسن الله إليكم. ولا يدفعه من ماله شيء. نعم.